كنا نفتح واحدة شكرا عفن شكرا عشان بس 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 مولانا بعد اسئلة الدكتور الوزير بعد اهدال الشتات الدفعة الثالثة بعد 3 طن و2 طن وادي دفعة 3 طن وامر معاليه لا يتم توزيع اي شيء الا بعد ما تصدر امرك الكريم. هو قال لك معالي المحافظ يبعث مثلا لرئيس المدينه مع مدير الاداره الاثنين معا باشتراك. ودي السقوط اللي احنا لميناها من قبل العيد لعند يوم العيد اللي هي اخذت من الاغنياء الى الفقراء ذبحت بطرق شرعيه. وزاره التموين هي اللي جابت اللحمه وجابت العجال وزير الاوقاف اشرف عليها بنفسه وبعتها عشان خاطر شعب الشرقيه الكريم. السلام على اشرف المرسلين. يسر مديرية الاوقاف الغربيه اليوم ان تتلقى الدفعه الرابعه باذن الله تعالى من لحوم الاضاحي 3 طن باذن الله تعالى، وذلك اسهاما لوزاره الاوقاف في التكافل المجتمعي لوزاره الاوقاف باذن الله تبارك وتعالى. بيشرفنا طبعا كل هذا العمل تحت قياده الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه مع وزير الاوقاف، واحنا النهارده باذن الله تعالى بيشهد معانا هذا العمل الطيب المبارك سياده النائب علي عز نائب محافظه الغربيه باذن الله تعالى الذي يسمن مجهودات مديريه الاوقاف الغربيه ووزاره الاوقاف. اتفضل يا فندم. من هنا بنشكر الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه والشيخ سيد على 3 طن دول اللي جايين من محافظه الغربيه وجميع الاوراق كلها، وطبعا يعني حاجه محترمه جدا وقناه متصورين انها يعني حاجه جاهزه وحاجه محترمه نفتخر بيها بصراحه في محافظه الغربيه. وزاره الاوقاف المصريه تقوم بصفوف الاضاحي زنة الكرتونة أو عدد الكيس الكرتونة 20 كيلو زي ما احنا متعودين، وبنعد وبنلاقي العدد مذكور وبيوصل كل شيء إلى مستحقيه 20 كيلو في الكرتونة. يعني احنا النهارده جاي لنا 4 طن يا اخوانا، 4 طن للدفعة الثانية من وزارة الأوقاف لحوم صفوف الأضاحي لمحافظة المنيا. 200 كرتونة محافظة ان شاء الله باذن الله بيتوزعوا على الاسر الاولى بالرعايه، وزي ما هنشوف كل اخواننا مدير الادارات واقفين للاستلام اللي هم المفروض يستلموا النهارده واقفين للاستلام للتوزيع على الاسر الاولى بالرعايه حسب توجيهات الوزير. واحنا بناكد على اخواننا في الادارات حسب التوجيهات يا اخوانا لازم نتعامل مع الناس بكل ادب واحترام، صاحب الحق يصل حقه واحنا خدم وبنعلنها نحن خدم لهم لانهم اما اخواننا واما ابنائنا واما ابائنا، هم اهالينا في الاول وفي الاخر واحنا كنا شغالين خدامين لهم. بنقول لكل اللي ساهموا في هذا المشروع شكرا جزاكم الله خير. بنقول لمعالي الوزير في ظل القياده الحكيمه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالاسر الاولى بالرعايه شكرا. مع المزيد مما تقدمونه من المشاريع الخيرية والدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف شكرا لاهتمامكم بمحافظة المنيا ومديرية أوقاف المنيا تعجز عن أن تقدم الشكر لمعاليكم. لا نملك إلا أن نقول جزاكم الله خيرا حتى نلتقي مرات ومرات بإذن الله على طاعة الله. كل عام وحضراتكم. التوزيع يبدأ من إمتى يا مولانا؟ إن شاء الله بإذن الله الآن التوزيع الآن سيتم التوزيع الآن على الإدارات، يتم التوزيع في على الأسر الأولى بالرعاية كل إدارة وبحضور التدريج والمجلس القومي للمرأة موجود معانا. إحنا الحمد لله رب العالمين شغالين بشفافية العمل حسب توجيهات مع الوزير الشغل شفافية للجميع حتى يرى الجميع أننا نعمل بمصداقية مع كل الجهات وبالتنسيق بيننا وبين كافة الجهات نعمل على توزيع هذا الحق إلى مستحقيه حتى يصل لكل ذي حق حقه. وده مش أول مرة وزارة الأوقاف تظهر مصداقيتها مع المجتمع، وإنما لوزارة الأوقاف في هذه الأونة من الدورات المجتمعية والأدوار المجتمعية ما لا يحصى ولا يعد
بسبيل اسعاد ابناء الوطن. بنكرر الشكر والتقدير للجميع، جزاكم الله خير، والى ان نلتقي ان شاء الله باذن الله مرات ومرات، نتابع عمليات ان شاء الله باذن الله التوزيع على الخير. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم الأربعاء الموافق 19/8/2020 وصلت الدفعة الرابعة من لحوم سكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف السويس مع فضيلة الشيخ عبد الوهاب مفتش عام الوزارة، وإن شاء الله رب العالمين سيتم توزيع هذه الدفعة والتي وصل عددها 8 أطنان، وزع منها 6 قبل ذلك، وهذه الكمية ستوزع على أحبابنا وعلى أهلينا من الأشد احتياجا إن شاء الله بكل آدمية وبكل احترام. شكر وتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، وشكر وتقدير للسيد اللواء محافظ السويس للدعم والمساندة، كل الاحترام والتقدير لكل القائمين على هذا المشروع الضخم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس.